السلام عليكم. اهلا اهلا اخي ميلود، السلام عليكم ورحمه الله تعالى. وعليكم السلام سي ميلود، راك منور خويا، الله يحفظك. ثانك يو خويا. بغيت الله يرحم لكم الوالدين. واش خويا الله يرحم لكم الوالدين، بغيت كلشي بارطاجي هاد اللايف هذا. فريمون فريمون بغيتو تبارطاجي لو ماكسيموم، بغينا نوصلوا الميساج. وما كنتش باغي ندير لايف هاد الساعه هادي ولا فهمتي، صعب يعني كنقول ماشي دابا، مي جاتني واحد لي سوار لي فريمون بغيت نهضر عليها وكتضر في القلب، وبغيت كلشي بارطاجي. وكاينين معنا الناس المعنيين بالامر اللي غيطلعوا معنا حتى هما اللايف يعاودوا لنا القصه. قصه كتضر في القلب، و فريمون بغيتها توصل له الماكسيموم فهمتي، حيت هذه الوقيته اللي خصنا نكونوا مع بعضياتنا ونكون اوكي. سناء تيك توك مال ما فهمتش. اوكي سلام خاي ميلود، كيف راك ياك ما بوخلال؟ لا 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 لا، شويه الواقع، قصه ديال الواقع. المهم اوكي سي لو ماروك كونتر لا 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 لا، واحد القصه ديال توصلت بها البارح بالليل ديال خصنا جا شي واحد. اهلين اهلان ميلود، اهلا وسهلا، احسن ميلود، ربي يخليكم. اوكي بلاتي نشوفوا فينا هما. عليكم السلام. سلام اوكي، تحياتي خاي ميلود. خويا ميلود الكريبتومات لا، مازال اخويا مازال، دابا نهضروا على داك الشيء من بعد ان شاء الله. ما قضية الثلج لا. وعليكم السلام. المهم قصه غنطلعوا بنت خالت لا كوزين ديال الاخ مسكين، وغنطلعوا واحد الصديق ديالو انتيم، يعني صديق ديالو عشير ديالو داك الشيء، وغنحاولوا نهضروا. اتس ذا ستوري اي سنت يو اي ثينك سو. واحد المغربي مسكين حكموا عليه ب 11 عام فهمتي، مرتو تهماتو بشي حاجه، ولو بيغ هو مرتو بنت خالتو، ودابا عطاو مسكين 11 عام وعرفتي، يعني شي قصه مرونه بزاف فهمتي، برزطاتني وبغيت نهضر عليها، وبغيت فريمون توصل، لانه ديما كاين شي حوايج ملي كيتحكم على شي واحد مثلا وما كيكونوش الناس كيساندوا داك الانسان، يعني كيدوز الحكام هكاك مرور الكرام. فملي كيكونوا الناس متبعين القضيه كما طرا العادي الله يرحمه، عادي اللي كان غير مغربي غيموت ما غيعقل عليه حتى شي واحد، وغيمشي بحال ماتوا مليون الف البشر في مغاربه في العالم كله، مما جعل الناس اللي كيكتبوا عليه في الصحف وعطاو حقه، وتشد داك الميريكاني اللي قتلو يعني هادشي ما نحقروش الباور ديال هاد لي ريزو سوسيو، ما نحقروش بانه القصه ملي كيتعاطف معاها سميتو الناس راه كتكون اوكي. بلاتي نطلع اوكي نطلع هادي باش نسولها، ما حدنا كنسول. هادي لا كوزين ديال المعني بالامر اذا طلعت معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي ميلود، كي داير لاباس عليك؟ لاباس بخير الحمد لله. ما عرفتش كيفاش نحيد الكاميرا. ديري راه غتبان لك اوكي صبعي بحال هكا مزيان. المهم باش اوكي سو الهمتي انت بنت خالت السيد اللي مشدود دابا؟ انا بجوج، هي كتجيني وهو كيجيني، هما عائله بزوج. سو هاد الناس الدري اللي في فيرجينيا كيجيك، ومرتو اللي دعاتو كتجيك، يعني كل عائله بزوج، هما عائله. اوكي عشر سنين مزوجين هما في المغرب، عجبتني الامريكا غير مؤخرا. اوكي 10 سنين ديال الزواج في المغرب، وجات لامريكا مؤخرا. جات لامريكا غير مؤخرا. انا أوكي. شنو نقول لك اخويا ميلود، انا ما عنديش تواصل به هو مثلا شخصيا او به هي شخصيا، باش نعاود لك غير على قبل فهمتي. دابا حاليا كنتواصل مع الناس اللي واقفين معاه قرابين لي، انا بعيده منه ما يمكنش. وكاين كاين واحد السيد صديق ديالو هو دابا اللي كيمشي يزورو وصاحبه ديال بصح، حتى هو راه يمكن غيطلع معنا حتى والله في هو اللي غيعطيك تفاصيل ديتاي اكثر. انا انت عطيني التفاصيل ديال انت من العائله ديالهم بجوج، وكيفاش الناس عايشين، كيفاش عايشين، كيفاش كانوا عايشين في المغرب 10 سنين ديال الزواج.
هاد السيدة خويا ميلود تزوج بهاد البنت، يعني تعرفوا حنا عائلة يعني مغربية، تزوج بها بعدا ما كانوش باغين، يعني دارهم هو ما كانوش باغين انه يتزوج بها، عند اوكي دارهم زعما كان كيبغيها عن حب اوكي كيف ما غنقولوا، فهمتي؟ اوكي حتى هي كيفاش صراحة حتى هي كانت كتبغي، كيفاش كتهضر عليه وداك الشيء باش ما اوكي نظلمهاش هي قبل، حتى هي كانت كتبان انها كتبغيه، ولكن اخويا يعني كل شيء كان مزيان لحد الان، مشاكل عاديه، اي جوج مزوجين راه بيناتهم المشاكل، ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش المشاكل فيه، يعني عارفين. المهم بقات مزوجه به هذه المده كامله، مؤخرا جات لامريكا اوكي يمكن في 2020، مهم. 2020 جات لامريكا بقى جديدة. ولا 2021، اوكي منين جاوت لامريكا يعني كانت الامور ديالهم غاده مزيان، انا علاقتي بها هي انا كانت صح، كانت عندي معاها فهمتي، تعرف بنت خالتي قريبه ليا كنهضرهم، قطعت بها العلاقه، ما بقاتش كنبقى بيني وبينها واحد سوء تفاهم، ما بقيتش كنهضر معاهم بجوج. مؤخرا انا كنت عيطت ليا امي قالت لي راه وقع بيناتهم، راه شعيب تشد في الحبس، اوكي علاش شي بلا ما نقولوا السميات، بلا ما نقولوا السميات، صافي. صافي المهم راه سيري كملي، تسيد ماشي مشكل ماشي مشكل، كملي. راه تشد في الحبس، اشنو كاين؟ قالت لك راه وقع بيناتهم شي مشكل وداك الشيء، ما اشنو هي فاش كانت كيوقع بيناتها بينه وبينها المشكل، يمكن عيطت للبوليس ما عرفتش اشنو وقع بيناتهم، صاحبه اللي غيعاود لك هذه النقطه مزيان هو اللي غادي يتعمق فيها. راه ما عرفتش واش معانا، ما صيفط ليا ريكويست باش تطلع، باش يطلع، راه يلاه هضرت معاه في التليفون. صراحه واخا كان كمل كيصرف كملي مزيان اخويا، كملي زعما من ناحيه المصروف انا شفتهم شخصيا، جاو عندي في الولي انا ساكنه فيها، كيصرف مزيان اخويا ميلود، اوكي. علمين عليه وليداته، واحد الانسان كيخاف الله، زعما الصراحه هذا الشيء اللي وقع هو ليه خدام، هو خدام تبارك ده الله، عنده ثلاثة مزيان ديال التراكات، يعني خدام، يعني مسك عليه الله، وماشي ماشي هي ديال مشكل. الاملاك في نيتها، كنت مشترك فهمت، ما كاينش بيناتهم شي حاجه انه ناوي انه زعما يدير شي حاجه، غير ما عرفتش كيفاش وقع حتى وصلوا لهذه الدرجه انه يتحكم ب 11 عام اخويا، ماشي ساهله نهائي. اشنا التهمة اللي اختارها؟ هما اللي انا اللي عرفت هي انها هي كتقول هضره واحده اخرى، هي في العائله دايره هضره واحده اخرى، ولكن اللي عرفت انا من طرف صاحبه اللي قريب ليه، مرات صاحبه عودت لي قالت لي دايره لي الاغتصاب، وحتى الدراري دايره انه كيعنفهم، اوكي دايره ليه هو اغتصبه، هي اللي مرته، اغتصبها هي وكيعنف اللي مرة ولاده. كيعنف ولاده، هذا الشيء اللي هذه الله عرفته جات، اخويا. هذه يعني حتى ما غتكونش كملاش، عندها لونجلي باش ما تصيفط عندهاش شي واحد لونجلي 11 عام. باقا ما كتهضرش لونجلي مزيان، كنتمنى الا كانت معنا الاخت سهام ولا راجلات تطلع لي شي دائره ارقام ما وتفاصيل بلاتي اكثر. غتصيفط لي بلا. اوكي باست. اوكي واو يطلع. اوكي هادشي كيألم، كيضرب في الخاطر صراحة، لانه نشر 11 عندي. عام، 11 عام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة كيدير الله. خويا؟ لاباس بخير، كبير كبير واش بخير اخبارك؟ بخير كلشي لاباس؟ بخير مع الصحة. والله الا بخير، الحمد لله هاني بخير، الأمور. والله الا بخير. الله يحفظك ليا، الله الله يحفظك يحفظك، الشباب الله الله يحفظك. يحفظك. انت باش ناكد، انت صديق ديالو، يعني أنا كما كنقولوا بهذا المفهوم عشيره، عشيري. عشير. اوكي اللي بغيت نقول بان هذا السيد هذا، حتى الناس اللي كيعرفوه تينعتوا عليه بالخير، يعني انسان تيخدم على راسه ومسك عليه الله، يعني فهمتي، مهلي في داره، مهلي في وليده، كيمشي مسكين السيمانه كامله يخدم، كيجي واحد اليومين ويمشي، يعني نقولوا هذه الكلمه في الحق ديالو، احنا ما كنعرفوهاش، هي ما نقدرش نقول شي، مي غناخذوا الحق منكم انتوما، ها لا كوزين ديالهم اللي يعني راه من لا فامي ديالها وديالو، راه هي من انت لا فامي الصادق. ديالو، راه هي من لا فامي ديالو، راه كتقول فيه كلمة الحق، راه ما غتكذبش عليه، وكتعرفها هي وكتعرفه هو، وعارفه هو بأنه راجل مزيان الله يعمرها دار، وعارفه بأنه واحد الإنسان اللي خالوق دياني، يعني تم المدة اللي عرفتي، دخل اسمح لي فيها. يا خويا غادي نقاطعك خويا ميلود باش نحطك في الصورة، هاد السيد ولد خالتي وقع لي مشكل انا وراجلي اخويا، وجا من ولايه فيرجينيا حتى لميامي باش يوقف معايا وباش يتدخل بخيط ابيض بيني انا وراجلي، ديك الساعه انا حامله، وعرفت فين كنفكر باش يوقف عليا، تعرف انا في امريكا باش يوقف عليك شي حد من عائلتك بحال مرت، شنو حسيت بكتافي سخان ديك الساعه الصراحه، وقف معايا فعلا يعني ماديا ومعنويا. حيت شوف، ملي كيكون سبحان الله الانسان، ملي كيكون مظلوم تيبان الحق. غا غا والغرض، الغرض علاش تنهضروا على بحال هاد الحوايج، وفغيمون بغينا
نهضروا عليهم في لي لايف باش الميساج يوصل، لانه بزاف ما تيعرفش يسجل في بلاد المهجر، لا الميريكا لا لوروب، ملي تيكون واحد كتبقى اترونجي واخا عندك جنسيه ولا عندك، يبقى الاسم ديالك مأطاشي معاه. يعني لا تحكم على السيد مسائل يعني بتهم وتحكم عليه ب 11 عام وحتى واحد ما قال والو، يعني ما غيحسوش بواحد الذنب. اما ملي كيكون الناس كلها مراد السيد وبغينا نعرفوا الحقائق، سو قول لي نخلي بنت خالتك انت قربني قربني ما شنو واقع، اشنو هو داكشي اللي هو متهم به، انت تشد. عرفت بانه في شهر 4 ومن بعد 3 شهور ولا 4 شهور صدر الحكم، باقي عنده استئناف. انا غنعاودك القصه من بدا المشكل اصلا، من بدا المشكل. السيد كان مهلي في مرته ووليداته معنى الكلمه، وكل شيء كيهضر على هذه القضيه ديال بانه كان لا من عائلته ولا من عائلتها، هو مهلي في ولاده. المشكل من طرا خويا، السيده كانت عايشه في المغرب 10 سنين وهي عايشه في المغرب، جات قادت اوراقها كتمشي وكتجي، جات قادت اوراقها كيقول لها شوفي انا عاقلت ليا في المغرب وتهلاي ليا في ولادي وقريهم الدين وقريهم هادي وقريهم هادي، واللي خصك راه انا نصيفطو لك، شاري ليها الطوموبيل، يعني قمه الرفاهيه في المغرب باش تكون عندك شيروكي في المغرب، جراوند شيروكي وتجيب والحاله والمصاري. يعني المشكل من نشطره ترى بان السيده هضر مع يعني هذا المشكل هذا اللي بدات به، بعدا باش جات هي الميريكان وقفات لي هنا وجلسات باش تلصق، شوف المشكل كيفاش غيطرى باش تجي تلصق لي الموقف هنا. المشكل بدا في المغرب. المشكل بدا في المغرب. اوكي وجات وكملت. لا غد يعني لا غد هزات حوايجها وبوالزها وجات الميريكان. اوكي. السيده عيط لها باغي يدير لها، شوف دابا النيه وقالت النيه راه كما كيقولوا في المغرب ما كيتلاقاوش. كيتلاقاوش. جالسة كتعيط لي يوميا، دارت ليه الدبانة في راسو كما كنقولوا، دارت ليه الطيارة في راسو، جالسة كتعيط لي يوميا كتقول لي الدريات صحاباتي عندهم، انا هاد الطونوبيلة استكشيف ما عذباتني، انا باغا شي حاجة اوتوماتيك، الدريات صحاباتي عندهم طونوبيلة اوتوماتيك، هادي هو واش بغى يدير لها سيربرايز. اش قال لها؟ قال لها شوفي راه غيجي هضر مع صحابو في المغرب، عنده صحابو بزاف، راه دابا تشوف المغرب راه كلهم غيتسطاو، عيط لصحابو في المغرب، السلام عليكم السلام، شوف اخويا هذا قلبوا لي على طوموبيل، اشنو هو لقاو ليه طوموبيل قبل ما يبيع طوموبيلته. شي واحد كيكتب بان الصوت واقيلا الصوت. لا لا مزيان كاين اللي عنده كونيكسيون ضعيفه هو الصوت راه من عنده هو ماشي من عندك انت. السيدة قال لقى الطوموبيل الاكس 5 البيم يعني اوتوماتيك، اشوف غيشري ليها البيم في المغرب الاكس 5، هذا سيربرايز غيديرها لها. عيط لصحابو قال لهم شوفوا دبروا لي على شي واحد اللي غيجي ياخذ ديك الطوموبيله الاخرى، والخرى سيروا شوفوها كي دايره، وكتعرف بلا ما ندخلوا في هاد لي ديتاي ديال الطوموبيل. عيط السيد عيط ليها ويقول لها شوفي بلا ما نقول سميتها، قال لها شوفي امرتي جلسي في الدار هاد النهار في العشيه، راه غيجي السيد من المغرب، غيجي السيد من واحد المدينه من واحد المدينه بعيده، وراه غيجي يشوف الطوموبيله، وراه وهانتي وجلسي في الدار ما تخرجيش. هي شوف كما كنقول قلتني يا صاحباتو غيحيد ليها الطوموبيله قبل ما يشري ليها طوموبيل اخر. اوكي قالت انا غنبقى حفيه انا بلا طوموبيل بلا هادي، كيعيط لها النهار كامل السيد جا من بن سليمان ولا ما عرفت سيدي سليمان، هو كيتسنى في البرنوصي هو بغى يدير لها مفاجاه، هي فهمتها غيحيد ليها الطوموبيل. يحيد ليها الطوموبيل. السيد كيتسنى كيعيط لها كيعيط كيعيط لوالديها، عيط لخوتها، عيط لخواتها، حتى ما خلى لمن عيط. عطى النمره صحابو قالوا لها عيط قال لهم عيطوا لسيبتي لا تجاوبكم، اش فهمتي؟ هما كيشوفوا سميتو وما كيجاوبوش في التليفون. صافي زقا من التعياط خلاها حتى دخلت للدار مع 8 ديال العشيه بالضبط، عيط ليها عيطات لي وهي تقول لي مالك داير لنا الطياره النهار كامل وانت كتعيط. قال لها ويلي راني درت معاك، راه قلت لك ما تخرجيش اليوم، راه السيد جاي باغي يشوف الطوموبيله وهذه وهذه. قالت لي انا ما كنتش مساليه، وكنت انا وانا راه ما سمعتش التليفون ما عليناش. قال لها فين كنتي؟ قولي لي فين كنتي؟ النهار كامل فين كنتي؟ قالت لي انا مشيت، قالت لي ما شغلكش، قالت لي ما شغلكش باكا، ويقول لها من ماشي شغلي يعني انت راك راه لا ما قلتيش لي فين كنتي راك حرمتي عليا.
بهذا المفهوم بحالك. قال لي راك حرامتي عليا، قالت لي ولا قدرتي تطلق طلق. اوكي. قال لها واخا. قالت لي لا، دازت واحد شويه وما عرفت لها غد، باش نقول نكون صريح، يومين ولا ما عرفت 3 ايام، وهي تهز قالت لي راك انت عند صاحبك في القيصريه، وهذه وهذه وهذه، راه مشيت ناخذ من عنده واحد الميكروويف ولا ما عرفت فران ديال الضو. قال لها واخ. صافي قطع عليها التليفون وهز التليفون، عيط لصاحبه في القيصريه، عيط لي قال لي شريف واش جات عندك المراه؟ قال لي لا ما عمرني شتها. اوكي. هز التليفون وهو يقول لها ما كنتيش قولي لي فين كنتي؟ راه السيد عيط لي قال لها، قالت لي راه كنت انا وصحاباتي وهذه وهذه، وانا وصاحبتي، هو واحد صاحبتها جالسه معاها في الدار ما كتفارقش هي وياه. دازت الوقت بحال هكا، هو يعيط قال هي فاش قالت لي طلقني يعني لك قدرتي تطلق طلق؟ هو يقول لها واخا دابا نوريك. هز تليفون صاحبه محامي في المغرب، قال لي شوف انا بغيت نزعزعها، اش فهمتي؟ انا بغيت نخلعها وصافي باش تردع. قال لي غتصيفط لي واحد استدعاء للدار بانها راه عند مطلوبه طلب وطلاق، طلب طلب طالب طلب طالب. هو كيبغيها راه دابا هو المشكل. ورا بنت خالته. صيفط لها، صيفط لها هذيك الورقه زعزعه. السيده شافت الورقه، لا غد هي ما تحفل. صبحاتش، عيطات لواحد السيده في الارام، قطعت لها البيل، لا غد صبحات عنده هنا في امريكا. ومن الصدف تلاقات مع الدري صاحبي وصاحب شعيب في المطار، هذا راه صاحبه تا هو الروح بالروح، وكيعرفها مزيان، كيعرفها بحال بحال شعيب. هو يقول لها ما بغيتش نقول سميه، قال لها هادشي فين غاده؟ هي تقول لها انا غاده الميريكان. ويقول لها قلت شعيب في راسه راه ما قالهاش ليا. هي تقول لي لا دايرها لي سيربرايز. دري من العاكزين هز التليفون لشعيب ويقول لي راه مرتك جايه. قال لي راه مرتك جايه هادي. قال لي او انا ما قالت لي والو. هو يقول لي صافي ماشي مشكل. قال لي راه طاري لي معاه واحد المشكل. قال لي صافي تميت شعيب صافي هادي برد الوقت. قال لي شوف انا راه مبرد. قال لي انا راه ما عندي حتى مشكل، راه مرتي هذيك حتى تجي وراه غنتفاهم انا وياها. هز السيد طونوبيل. وصلوا للمطار، الدري كيتلقى لي شي واحد هزها بالطونوبيله وصلها لارلينتون لعنده. طلعوا للدار، هضروا مع شعيب، قالوا لي صافي المسامحه، صافي راه داك الشيء كيطراو، هذا راه مشكل وهذا وهذا. تسامحوا وياها، الامور مشات سمود عاديه، ما كاينش المشكل. سولها قال لها شعيب هو ذاك النهار غيهز التراك وغيمشي يسافر، راك اوكي. عرفتي التراك ما كيجي من السبت للسبت. هو يعطيها قال لها فين هو التليفون ديالك؟ قالت لي بعتو في المغرب. جبد ايفون جديد مليون ونص، هو تبارك الله وصل عند بيرة كان كيتوشي مزيان كيشد مزيان. جبد ايفون جديد، هو يعطيه لها، عطاه ليها من كاردون شو عطاه. قال لها وهاك يا تليفون ديري فيه كارطه، وراك كارطه فيه باش نولي نهضر معاك من كون مسافر. هضر معاها تقاد كيتقاد ويا، رجع به خير سامان على عسل كما كيقولوا. السيده بدات كتخطط ليه، مين شافته باغي يطلقها صافي، بقات في راسها راه الطلاق وداك التخربيق. داز واحد المده، السيده جالسه معاه عادي عادي، رجع عادي، مشات للمحكمة رفعت دعوة ديال النفاق. ياك نفقة وانت ما مطلقاش، ما ما فهمتش. مطلقة ما والو. لا اوكي. بعدا يا ربي تسمح ليا، يا ربي تسمح ليا، بقات هي وياه عاديين. تسمح ليا راه غلطت انا، بقات هي وياه جالسين، العلاقة يعني مزيانة، الضحك خرج، السيدة عاطيها الكريدي كارت كتبرع كيما بغات. ياك تصور ما كتفطرش في الدار يوميا يوميا المده كامله، من جات المغرب وهي كتهبط لستاربكس، عرفتي ارلينتون كي داير، وتصاحبات مع شي سعوديات وشي مغربيات وداك التخربيق، كتهبط يوميا 20 دولار في النهار ديال ستاربكس، 15 20 15 20. قال لي نوريهم لك كاع في الكريدي كارد. ما عليناش. واحد النهار هو كيخرجها ديما، وكون وريتك دار كل عمرها بلي مارك لي بوط، المونطوات كبار، المونطوات الواعرين. ما عليناش. دازت واحد المده، السيده وهي هزات الكريدي كارت ومشات للميسيز، خادت نظاظر فاندي. هالمشكل مين غيبدا؟
اوكي دابا هنا ها المشكل من فاش غيبدا اوكي عاوتاني. زين خدت الساك فاندي اوكي وخدت مضادر فاندي، عارفهم شحال كيديروا اخويا، ايه ايه وصلات حتى للصوره. هو كيضرب في الكامي وكيضرب الطرقان كان راه هذه هي نو الكلمه اللي قال لها، قال فوالا لها هي باش بنادم حتى اللي كيسمع يفهم بانه راه ماشي مشكل فهمتي غا هو حتى المراه كتكايش شويه على الراجل والراجل كيتكاسل كيمشيو وراه خطوه خطوه باش يديروا لولادهم هذه هي الكلمه اللي قال لها. مشات خات الساك، مشات خات مضادر، وما هو خدام في الطريق، صيفطوا ليه ميساج كريدي كارد، قالوا له راه سبينديتي هذا النهار 1000 دولار. $1000 اوكي ما هضرش معاها، ما عيط لها في التليفون، ما والو، عرف بان داك الشيء مقديه هي من ميسيس. رجع اوكي عندها ويقول لها يا بنت الناس، واش كيسي تكيسي على حمارك باش يوصلك للحج؟ قال لها انا راه كنضرب تماره، وماشي بالطريقه تاخذين ضادر خليهم بعدا تيطيحوا في السيل وانا ناخذهم ليك، ولا شي لعبه ولا. قالت لي علاش انا ما نلبسش هذه. بدا كيدور بحال هكا، دخل البيت كيلقى الحوايج كاع اللي شاري ليها ما كاينينش. اوكي هو يقول لها قال لها فين هما هاد الحوايج هادو اللي كنشري لك انا كاملين؟ قالت لي ما شغلكش هيك، هادوك حوايجي وهادو هي راه كتصيفطهم دير بهم للمغرب. اللي بغيت انا مصيفطهم من المغرب ما عليناش. قال لها عرفتي اش غدير يا بنت الناس؟ مين ما شغليش، اري ديك الكريدي كارد واري ديك السوارج وريحي الارض ارتاحي لك مع راسك. قالت لي لا، وانايا ودخلوا في واحد النقاش يعني عادي ديال المراه مع راجلها. قال لها الا بغيتي، قال لها الا بغيتي لا بغيتي لا بغيتي دوك الفلوس، خرجي خرجي وخدمي واش تسيري راه هادي. بقات هي وياها بحال هكا، تصور كتجلس معاه في الطابله. هي راه ديك الساعه صافي مشى شعيب عاوتاني كيخدم. دازت واحد السيمانه رجع، ولادو هما يقولوا ليه بابا راه جاو عندنا البوليس. شحال عنده قالت من لي ولد؟ جوج جوج قالت لي قالت لي قال لي بابا راه جا عندنا البوليس. هو يقول ليه، قال لي كيفاش هذا الولد كيقول جاو البوليس؟ قالت لي هذاك راه بكثره ما كيلعب دوك اللعاب ديال البوليس، راه ولا كيذكر في البوليس وهادي. هو يقول لها ويلي ما يمكنش، والسيد كيقول لي الدري كيقول لي جاو البوليس. هو يشدو بينه وبينه ويقول لي بابا شوف نايسلي، غتقول لي على واش جاو البوليس ولا لا، وما تكذبش عليا، راه الا كذبتي عليا غنحيد لك الايباد فور ايفر. الدراري كتعرفهم بلين بالايباد. هو يقول لي بابا جاو البوليس. قالت لي علا، قال لها علاش هادي هادي علاش جبتي البوليس؟ قالت لي انا راه مشي عيطت لهم، بغيت باش نرفع دعوه ديال النفقه تعطيني فلوس. اوكي قالت لي ما تحرمنيش انا من الكريدي كارت وما تعطيني سريال. قال لها شوفي بنت الناس، ديك الكريدي كارت عمرك ما غتوصلي لها، من درتي هذه الحاله ما عمرك غتوصلي لها. قال لها واحد بغيتي الحاجه بغيت نزيدها انا نقولها، واحد الحاجه انا دابا هذه شهاده لله ياك. هو هي ملي لقيت اللي كانت كتكون في المغرب، لقيت اللي كانت كتكون في المغرب، كنتلاقاو معاه مثلا حنا في المول، كان ما نقولش لك راه ماشي انا بعد انا كان كيوريني، تيبدا يقول لي مثلا شي حاجه، شوفي هذه واش مزيانه، واش هذه زوينه، واش هذه زوينه، وكيبدا يصور لها. والله اخويا اقسم لك يمينا، راه شوف انا راه عندي هادشي بالدليل اللي عندي، اللي بغيتي نصيفط لك الدليل عندي. كيصور لها غير جوتشي، غير هذاك الشيء اللي كطلب، يعني اكيد الخيال العلمي حيت اللي ما بنت خالته خدام غير قالت لك بالطرف كيبغيها، ماشي يعني راه عزيزه عليه، راه تزوجوا عن حب، يعني راه ماشي راه تاع عائلته عزيزه وما عليه بغاوهاش، انه يعني راه هذه هي النقطه، انه عزيزه انا عليه نعاود لك واحد بزاف. النقطه، نعاود لك واحد النقطه. في الحبس في الكريس في شي عيد داز هنايا في ثانكس جيفين في الحبس، هو ياك تصور السيده مدخله للحبس، وفي الحبس غيعطيهم ثانكس جيفين ديال واحد الجيفت كار اللي عنده شي عائله، ولادو ولا مرتو يصيفطها لهم. صيفط لها لا قال لي، عيط لي وقال لي بغيت نتشاور معاك واش نصيفط هادو لولادي وهذا. قلت لي انت مريض؟ قلت لي انت لاباس؟ قلت لي واش انت دابا انت في هاد الشيء دابا؟ ولكن قلت لي دابا المشكل هو كره، كانت هادوك لي كارت غتعطيهم لولادك، راه غتمشي تخسرهم على راسها. ولكن خصك تفهمها باش ناكد واحد القضيه، باش نهضر باش الناس يسمع. راه شتي الراجل ملي تتحيد ليه داك الوسط اللي عايش فيه، كيتحيد ليه مرته، كيضيع ليه ولاده، راه نعم كيتهرس، راه كيولي واحد الطوب ديال الحنه، راه يعطي شي يقول ليه تعطيها الكلوه دابا وصيفطات كيعطي. علاش؟ لانه اي حاجه اللي غتبعدوا على ولاده، حنا الراجل او الغريزه ديال الراجل ما تقدش على
التغيير اللي كيوقع ليه في حياته بالزربه ما كيقدرش يتعايش مع سو، راه كيسوفري لداخل، ماشي شي حاجه سهله كي كنتي فهمتي وكيوليتي مشى لي كل شيء، كاع داكشي اللي بنيتي في امريكان. كانت قالت البنت خالته بانه كانوا مشاركين الكونت، مشاركين كل شيء، كاع داكشي ديالو خرج من البنك جو بونس. واحد الكسيده كاع طرات وهذه، وضربها شي واحد من الطوموبيله من اللور، مشات عند المحامي الوقت هو في الحبس، مشات خرج ليهم الفلوس، مشات خاتهم هي ما عليناش يعني، تبرعات فلوسه من دخل الحبس، كاع الفلوس خاتهم ليه، ما عندهاش مشكل وتشد، ما عندهاش مرتاحه، كاع الفلوس حاط ليها في الدار، حاط لها شي 15 مليون ضرباتها، ما عندهاش مشكل، هي مشات تبرعات فيها في ديك شهر 8، ما عليناش، نبقاو في القصه. نخليها وصلت اخويا للدار، يعني وصلت للمحكمه فاش عرف بان البولي جا، وهذه قالت لي بدات كديلي معاه في الدار، هذه مرتك وكديلي معاه، كتقول ليه شوف بغيتيني ما نمشيش نرفع النفقه، غتعطيني الكريدي كارت والطوموبيل وصافي، وما نمشيش للمحكمه. وديت وما تمشيش معاه، قال لها لا، ومن دابا من كديلي معايا انت عسيري المحكمه، هو عارف اش كاين. مشات للمحكمه، تلاقاو في المحكمه بجوج وهما باقين في الدار. القاضي قال لها اش بغيتي يا بنيتي؟ قالت لي بغيت النفقه ديالي، قال لها باقا مجوجه به وعايش معاكم في الدار؟ قالت لي قال لها سير يا بنيتي، راه القضيه ديسميس. هذا لا سيمي اجل لهم الجلسه تاع شهر 7 ومن بعد اوكي، من بعد ماشي ديسميس، اجلوها تال اجلوها مثلا نقول في 4، اجلوها تال 7، حيت تال شهر 7 ما عندهمش ناف ايفيدنس، ما عندهمش دلائل باش عابد ديسميس ياك، ما عليناش. رجعوا للدار، جلسوا، يعني عادي، يعني عادي معايشين عادي. قال لها شوفي انا نعرف كوسكو نحولوا لك للدار، ريستورون ديبو نحولها للدار، اللي خصك اللي حليتي على فمك تجيك، اما باش تاخذي كريكارد انا ما غنعطيها، باش فهمتي. وصلت هنايا السيده من ديسميس الكيس، بدات كتبلاني بلانات اخرين، حيت صافي خصها تضرب شي حاجه صح من داك الشيء اللي كانت كتقول. شد مع، يعني هي حسباتها بانه شد معها ضد، ما بغاش يعطيها الكريدي كارد. وصلت بدا هذا الشيء من المغرب، بس داك الشيء راه سلسله، يعني مسلسل. صيفط لك الطلاق باش نشوف شنو غديري، جبتي داك الحقد معاك، قلتي النفقه ما كلاش خبز، راه نشوف شي حاجه اللي غتشد في الصح. وصلت يا سيدي، ريحات معاه في الدار، واخا رغم ذلك قال نعل الشيطان وهذه، ونبقى انا ومرتي ووليداتي. هو ما كانش حاط ديك الفكره ديال الفراق كاع نهائيا في راسه. يعني راه شوف كنقول لك، هو راه في الحبس وباقي عنده ديك الفكره ديال بانه باغي يتهلا في ولاده وفي مرته، اش فهمتي. وصلت، بقات كتخطط لي السيده، هي راه كتخطط، دابا حنا كنقول لك التخطيط اللي وصلت ليه الاخر. وصلت ريحات هي وياه، جلسوا، وبقات كتزن عليه، ارى الكريدي كارت، ارى الكريدي كارت، ارى والو، ما بغاتش تبرد. اخويا وصلت ورا الكريدي كا، وصلت ورا هذا الشيء، اعوذ بالله مش تراجي، اعوذ بالله مش تراجي، على قولة الله اكبر. وصلت الله يتلفت بالله بكثره جات الحمد. اوكي انا بس نخفف. اوكي بغيت تقول شي كلمه وانا ما متاكدش منها، ولكن غنكمل لك. من هذا، هي السيده اش كدير؟ اولا من وصلت لهذا الكيس ديال النفقه وما خاتاش، اش كدير دابا؟ حيت حنا جبدنا دوك لي كونتاكت ديالها من المحامي، جبدهم وجبد داك الشيء، لقاها كتكونيكتا مع الجمعيات وكيوريوها اش دير. قالوا لي لا، بغيتي تاخذي النفقه خصو يكون اغتصاب، ولا خصو يكون شي حاجه، ولا هذه ولا هذه، ولا قالها لها شي واحد في المحكمه الوقت اللي تلاقات هو وشي واحد عربي، وسميتو، وقال لها لا بغيتي، ها اللي بغيتي ديري لي وديري لي. هي شدات عادك الاغتصاب في راسها، شدات الاغتصاب، مشات عيطات البوليس، قالت لهم راه كيغتصبني وكيعنفني. غير باش حتى الناس يسمعوا ويعرفوا القانون ديال الميريكان، شي تكون مرتك دابا في ميريكان، تكون مرتك مزوج بها وكل شيء، وجي واحد النهار فهمتي يعني لا حياء في الدين، وانت هي تقول لك لا وانت تقول ايه،
اوتوماتيكمون تيقول لك يعني هذه العرب ولاو كيستعملوا ما بقاوش كيستعملوا النفقه ولا ولات كتمشي لك ديريكتومون الاغتصاب كيتعاطف مع لو جوج انت كتصدم ما كتعرفش كيفاش تحامي على راسك. واكبر مشكل هو حنا كنلتجئوا المحامين عرب. حنا في الميريكان انت هارب على العرب ما يمكنش لك دير محامي عربي. هاد البلاد هادي ما تدورش بساحه المحامين العرب ما تاخذ من عندهم والو لانه ما غيفيدك بوالو. تكمل صافي مشات التاجات هذه القضيه خاتت بان السيد مشات رفعت عليه دعوه ديال 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 الاغتصاب عيطت البوليس حيت هاد لي فيديو ديال المكالمه جاو عند البوليس للدار وتجبدوا في المحكمه يعني الكاميرا وداك التخربيق وجبدوا داك الشيء. هو دابا المشكله هي ملي كيسولها في المحكمه وكيقول لها واش شعيب كيضرب ولادو كيضربك كتقول لهم لا يا حيت ما بغاتش تخلط فهمتي حيت ما بغات هي بغات تورك على الاغتصاب حيت انا خلطتها مع الابيوز ولا شي حاجه الحكم كيكون خف. اما الاغتصاب هذاك هو بحال قلتي وصلتي للسطاج الاخر سو هي دوك اللي قراوها كيقولها بقاي واقفه في قراوا هذوك الجمعيات وداك الشيء وراها واش تقول وراها اش دير وكيقولوا لها واش عمرك شي شعيب كيضرب ولاده كتقول لهم لا. اش قالت لهم؟ قالت لهم وواحد الخطر دابا كيقول لها المحامي واش كتشوفيه؟ كتقول لي لا. كتقول لي ولكن كنحس بان ملي كنرجع كنلقى ولادي ساكتين وفي واحد النفسيه متدهوره. يس وكيقول لها كتسولي ولادك كيقول لك ضربنا؟ كتقول لهم لا ما كيقول لك ما كيضربناش. وعلاش قلتي للبوليس بانه ضربنا؟ دابا شنو؟ حيت دابا شتقول؟ ملي كتدخل القضيه فيها شي حاجه عندها علاقه بالنفسيه ديال التشايلد ديال الدري الصغير ما كتعرفوش ضربوا ولا اغتصبوا ولا درت هي خلات القاضي يتعاطف بالطريقه ديالو هو. وايلي التمثيل والدراما اش كدير ليهم واعره. ما عليناش. قالت لهم واحد النهار كنعوم في الدري وكانت واحد المارك عنده في ظهره وقلت ليه هذه ديال من؟ قال لي راه بابا هو اللي ضربني. وقال لي واش انت شتي تضربه؟ ياك انت النهار كامل وانت مع شعيب، شعيب ياك هو السيمانه كامله هو خارج برا. هو خارج خدام. كيفاش دار تضرب هاد الدراري؟ كتقول لي انا كنقول لك بان الولد هو اللي قالها انا ما قلتش. ما عرفتش. وشعيب هو راه بلسانه هو اللي معود لي هاد الشيء. راه بلسانه حيت هو راه يوميا المكالمات من الحبس. كتمشي تزوره؟ مشينا وما خلاوناش ندخلوا يعني كنديروا فيديو كول. اوكي حيت كاين واحد الاوبشن يعني من سيمانه لسيمانه الفيديو كول تهضر معاه فهمتي. كنهضروا معاه والمحامي كيوصل لينا الاخبار هو اللي كيدخل عنده واش فهمتي. كيدير النفسيه ديالو كيدير واخويا واحد ب 11 عام كيفاش غتكون النفسيه ديالو وواحد ب 11 عام وكان كيعتبرها مرته يعني امبوسيبل باش دير ليه بحال هكا. واحد ب 11 عام يعني كان كيتوقع انه يكبر وليداته ويعيشهم بخير يعيشهم مزيان فهمتي. راه 11 عام واحد ما غيتقبلها وماشي ماشي غير مرته بنت خالته مرته بنت خالته راه الدم ديالو راه بنت خالته يعني الموات خواتات يعني الاقرب ليك ما عمرك كتسنى منه الغدر. يا ما كتسناش منه الغدر ديما كنت كتوقع منه بانه باغي يكمل معك هذه المسيره يعني هذا ولكن هو تغدر يعني معنى الكلمه. ترى المشكل هو هذه الهضره اللي كيقول ديما كيقول لك انا تغدرت. طرا المشكل الاول وما سمحش فيها طرا المشكل الثاني وما سمحش فيها والثالث هي تعطيه الضربه القاضيه. الضربه القاضيه اللي معمره من جهه فهمتي جمعيات ولا جمعيات. اوكي سو دابا 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 الحكم ماشي تصدرت 11 عام ولكن باقي الاستئناف جو بونس قلتي في لا ما هو تشبي هو باقي شهر 4 7 في الشهر. هذا هو النهار اللي احنا بغينا الناس اللي كيسمعونا 4 7 في الشهر 4 7 في الشهر. اوكي هو هذا نهار 4 شهر 4 نهار 7 اوكي نهار 7 في شهر 7 شهر 4 افريل 7 في شهر 4. اوكي زيد دابا احنا للناس اللي كيسمعونا واللي مطالعين معنا في هذا اللايف
اللي زعما تحركات فيه شويه ديال الاحساس وتحرك فيه شويه ديال هذا، هو النهار بغينا المحكمه ني تعمر ويعرفوا بان احنا راه كوميتي كبيره، اوكي كوميتي اوكي كبيره، ويكونوا واقفين معاه في المحكمه ويجيو سيبورتيو ونسيبورتيو هذا السيد لانه مظلوم. وحنا اصلا بعد اللايف وهذا الشيء حنا بغينا نوصلوا الناس كاملين بان بغينا يبان على الحق، أكيد أكيد، يا ظالم يا مظلوم، المهم يا بعدين مظلوم. تحكم. حنا عندنا الثقه التامه في القضاء ديال امريكا، أكيد حنا ما أكيد غنكيريوش القضاء الامريكان بانه غير عادل وغير عادل. هما اصلا كيجيبوا ولكن خصهم مور ديتيل باش يعرفوا بان هذا السيد راه، وهذا اللايف بغيتو انا يتشيرا اكبر الماكسيموم باش بنادم يعرف بان هذا السيد راه مظلوم، وبان الديتاي هما هادو اللي عطيتكم، هما الديتاي اللي عطيتك هادو هما سبب المشكل. يعني بنادم احنا ما بغيناش نعطيو الديتاي اكثر في اللايف لان لا هو ماشي في الصالح ديالو، والقانون كيقول لك ما الا بغاو عاوتاني في الاستئناف يعني انت راه كتعرف القانون ما ايه خصوش غير يعمل خصهم يعطيو الدلائل في المحكمة، في ماشي في المحكمة. اللايف. احنا ما عندناش الحق نعطيو هذاك الشيء في يعني اللايف. اللايف كيقرب القضية ديالو، القصة ديالو للناس، الرأي العام، حيت ما يمكنش مسكين يتضرب 11 عام وكل شيء ساكت وبحال ما عندوش ناس ولا أموة بعد يتعطى خويا حقه. الواعره هي كتقول لهم في المغرب راه عنده شي مشكل مع فيرجينيا بانه عنده الفلوس كاش وغسيل الاموال وعنده هما دابا العائله ديالو ولا ديال وحدين اخرين حاولوا ما عندهمش الفكره بانه راه دايره ليه الاغتصاب، ما بغاش تقولها يعني في لان الدوسي، ولكن اسمح لي، مثلا اللي دار التسميه والكنيه ديالو في جوجل، كيحطوه هو شنو التهمه اللي معطيها ليه. ورا دابا شعيب فاش كنهضر انا معاه في التليفون صيفط ليا الاوراق باش داخل هو للحبس، شنو هي القضيه اللي داخل بها، والمحامي تا هو عطاني الورقه وصورتها وعطيتها لصحابه اللي في المغرب، حتى صحابه عندهم كونتاكت مع العائله ديالهم وديالها، وهما كيسمعوا من العائله ديالها بان راه شعيب ما كيخلصش على ولاده ما وعنده 11 عام، 11 عام لا، ما اطلع. كاينش لا قانون اللي قبل غيصيفطك 11 لا عام لما كتخلص. قبل من 11 ما تحكم ب 11 عام، الوقت اللي كان فيه ذاك العام مشدود تحت التحقيق، اش فهمتي؟ اوكي والناس كيعرفوا بان راه ما كاينش، ما عارفينش بان الاغتصاب، ما عارفينش بان راه كاين مرته اللي رفعت، هي ما قدرتش حتى تقولها بفمها تقول لهم راه رفعت عليه دعوه ديال الاغتصاب، اش فهمتي؟ كاين شي تواصل معاه هي من طرف العائله، كاين مثلا الوالده ديالو مع الوالد، يعني كاين شي حاجه كنقولوا حنا كيحضر الشيطان وتقدر تبغي. ما قدرتش نقول لك الديتاي لان المحامي حبسنا من هذا الشيء، اوكي 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 قال لك ما تمشيوش شي شوف حوايج، شي حوايج ما خصناش نقولوهم، اوكي اوكي وسميتو ودابا باقي مو ما فراساش بان ولدها تضرب ب 11 عام، قالت لي زعما موسين، يعني مسكينه غتسمع الا شي حاجه غيوقف لها الا القلب. الا شي هذا اللايف الا كانت غتسمع فيه دابا في المغرب ولا شي حاجه غتسمع تموت، هذه ما كاينش فيها نطول شك. عمر ان شاء الله. شوف هو مسكين الرساله اللي صيفط لي الاخرى راه كتب ليا شوف الوريقات ديالي راهم في هذه، راه جمع لي اوراقيه، سير خذ لي الباسبور من البلاصه الفلان الفلانيه، هذه هذا التخربيق. والكلمه اللي اثرت فيا بزاف هي قال لي عرفتي ما شنو نقول لك، قال لي مسكين الى مت دفنوني مع المسلمين، يعني قول لي ما يستسلمش. واخا تكون راجل كبير عندك شخصية كبيرة بهذه الكلمة غتسمعها غتهد، أكيد أكيد، فهمتي؟ هذه هنا كيبين لك بأنه الداخل ديالو بسيشي مسكين تحطم، ده ولا كيتبان ليه بحال ذات سيت، ما يقدرش يقاوم. لا ولكن هي حنا معاه الرسالة، إن شاء الله. اللي صيفط لي الشيخ، واو واو ها واو، هو ما بغيتش نوريك كامل الشيء الآخر، لا ولكن صافي صافي، خلي معاك، شوف خلي معاك وقولي بدي يكتب لي كونونجلي، خلي معاك هذا الشيء، لأنه إن شاء الله أي حاجة خصها تسامح، حيت هذا هو كي كي انت كي كي نقدر نشيري معاك داك الشيء انت، ولكن شوف هو كي ايفيتي يكتب شي حاجه بلونجلي لان البركه تقلب قبل ما تخرج، اوكي
اش فهمتي يكتب يكتب بالعربيه وصافي ما نو باش يكونوا بروف لان دابا انت تحركتي ملي قال لك الا مت سو دير بانه هذا راه فريمون راه تحطم لداخل تهضر من اقرب الناس ليه من بنت خالتك شوف انا عارف لانه مسك عليه الله مسكين خدام عنده شي ثلاثه تراكات هادشي اللي حيد الدراري اللي تيعرفوه هو كيسوق مع شركات يعني ولا مؤخرا كيسوق مع شركات وراه محاميه مشات عنده وشافته عرفتي راه ما بغاش يسكت من البكا ما كيسكتش من البكا يعني بقى كيهضر معاه الوقت كامل وهو كيبكي كيبكي يعني انا عطيتك النبذه باش تعرف بان هذا هو كيتسمى انتقام او الحقد من اللي قريب من اللي قريب من الناس اللي ما كتعولش عليهم غيديروا لك داكشي يعني يعني الفكره جايه بفكره من المغرب من هذيك البلاصه تاع الامريكان جايه مخطه لهذا الشيء ولكن داكشي اللي قلتي كله منطقي يعني راه بديتينا من هذا الشيء كله اللي كتقول منطقي يعني بدا من هنا بقيت شاده وقفت عليك وغنوريك اش كنسوى صافي ورا راه جبدوا جيستومون جبدوا فيديوهات وجبدوا ميساجات كتقول صحابتها والله هادشي قبل ما يوصل للاغتصاب اوكي عاد ديك المده ديال هذا كتقول لهم والله تنغرقوا واو والله تنصيفطوا للحبس حبس بزاف 11 عام ماشي حبس راه بنادم تيصيفط بنادم يتربى 6 شهور و11 عام صافي مقاسمه مع الدم والولاد هي انسان ربي كيقول لك ما المراه والراجل كنجمعوهم كموده ورحمه بيناتكم اكيد هذا الزواج هو موده ورحمه يعني من وصلتي لواحد المرحله ما بقيتيش كتقبلي راجلك وهذه رساله كاع للناس اللي مجوجين ولا شي حاجه الله يعاون الله كنصافط وكنقول ليه شوف اولاد الناس انا مرتي وكنقول لها شوفي الا ما بقيتيش متقبلاني كراجل نكون في الدار ياك وما وليت انا كعيب عليك نفسيا ومورالمون يعني ما بقيتيش متقبلاني غتجي عندي ما نقدرش انا كشخص وعندي شخصيه ويعني وراجل بان مرتي نولي انا فارض عليها نفسي لا في الحياه لا قلت لها مين غنوصلوا لهذه المرحله كنجي وكنتسالم انا وياك وقول لي يا ود الناس انا ما بقيتش متقبلاك ما بقيتيش داخل ليا لدماغي من وليتي داير حقها ليا الدبانه بسلامه بسلامه طب كنتي غتسامحي في حقوقك تبارك الله ما كنتيش غتسامحي غتقول لي حط لي حقوقي فوق الطابله ونحطهم لك والله يعاوننا ويعاونك عاشرهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف ما هذه كاينش رساله لاي واحد باش بنادم ما يبقاش يوصل لهذ المشاكل تفادى بنادم هذه المشاكل لان باش تضيعي بنادم 11 عام دابا هو في الحبس وما عرفنا انا وغيخرج عنده 55 عام ولا 56 عام اش بقى عنده في هذه الحياه واش بقى عنده ما يزيد يدبر في الحياه ديالو غيخرج مهلبس يعني كيقول لك انا الحبس هرس وهو صيفط لك برات يقول لك الا مت يعني هو دابا يعني حاليا مورالمون مدخل في راسه بانه ما بقاش عنده القوه باش يكمل وكيحس براسو غيموت يعني شوف الرساله راه وصلات وبنادم ان شاء الله يكون وصلات هذه الرساله ونتمناو بان ما يبقاوش بحال هذه المشاكل وكنتمنى من الناس كاملين اللي كيتصنتوا لهاد اللايف الدعاء الدعاء ليه بحال كدعيو لريوسكم دعاء الغريب راه مستجاب يعني الناس ما كتعرفوش يعني ما كتعرفوش وكيدعي معاه راه كيوصل وحنا راه حنا دابا انا صاحبي يعني وكون ما انا عارف المغاربه كلهم حنان وكل المغاربه كيتعاطفوا باش فهمتي انا دابا ولا عندي واحد المود خايب في الدار يعني انا صاحبي انا اوتوماتيكمون صاحبي ما غنفوتوش الوقت اللي عيط ليا وقال لي يا عبد العالي سمح لي بزاف راه كنت عبء كبير عليكم في ديك العائله الوالد انا راه عايش معايا انا في الدار يعني كل مره كيسول راه دابا هو في المغرب كيدوز العطله كل مره كيسول قال لي راه كنت عبء عليكم قلت لي شوف انا راه ما غنفوتكش واخا تبقى ندوز 11 عام كامله في الحبس يعني انا ما باغيش نقول شي حوايج يعني انا كل شيء عليا التليفونات عياط المصاريف انا تمن التليفون يعني راه هي معاه في الفاميلي بلان وانا كنخلص عليها وكنخلص عليه علاش لان كاين في التليفون دي شي حوايج مخصوص فهمتي مخصوص شي حاجه
خص يبقى لالين اه تبقى لالين. ودابا دعاء ادعيو معاه مثلا اي واحد مثلا اللي في الاريا مثلا في فيرجينيا اللي بغى يمشي عنده حق يمشي للمحكمه يريح يشوف اه الحكم كل شيء، لا كل شيء عنده الحق يدخل. مفتوح اتس اوبن اوبن كورت اتس اوبن نهار اوكي سبعة، اوكي نهار سبعة في شهر ربعة معاش معاش غيبداو الصباح تسعود اوكي عشرة اوكي سو بغينا سو غاي اي واحد باش يعرف زياره المريض ولا اللي مسجون ولا شي حاجه وسيرتو في بلاد المهجر راه اه عندك فيها اجر كبير ولما لا بنادم يمشي تما وغي يوريه ذاك المورال سبورت ربما الجاج يعرف بان هذا السيد راه ماشي يتيم راه ماشي اه تحكم عليه ماشي وغتمشي بوي على نو نو هذا السيد راه عنده ناس كيبغيه والناس لانه حرام شي واحد كتعرفه بانه كيتعامل مزيان ولد الناس وتعرفه مظلوم فهمتي حنا ما عارفين والو ولكن اوموان تبين ذاك الشيء اللي كتعرف عليه انت فهمتي وكنتمناو الناس تاهم كلهم يتعاونوا معاه. راه واحد اللينك راه هو راه عندك دابا، الى وصلك راه غنصيفطو لك اها ويتشيريو عباد الله ويتعاونوا معاه، لان شويه المونطو قاصح اللي كيطلبوا المحامين هنايا وهذا. واش غنقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله انا غير راه والله دعوه الظالم راه كتبقى معلقه بين السماء والارض. اكيد 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 لا والله العظيم الى زعما استوار سوتهم اللي عرفت القضيه فيها لا فامي وبنت الخال مع يعني كتبقى كتقولوا دابا اقرب الناس ليك وما بقاتش فيهم الثقه فما بالك الناس اللي ما تعرفهمش يعني ولينا بحال في غابه يعني كل واحد خصو يحضي راسه ما بقيتيش تثق في حتى شي واحد صعيب صعيب دابا صعيب 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 دابا انا ما يعني واحد الانسان، انا بالنسبه لي انا واحد الانسان يعني شاد في قاري يعني ومبعد من اي مشكل ولا اي حاجه. ولكن من وصلت لهذه المرحله كنشوف فيها الظلم. واخا يقول لي اي واحد بان ما كنعرفوش اش بين المراه والراجل، ياك. نعم ولكن لا 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 احنا عندنا واحد الحياه، اش كيقولوا لها، الكولتشر المغربيه، الحياه المغربيه ولا الاسلام ديالنا الثقافة ديالنا والدين الثقافه ديالنا ممكن ديالنا ما تخليناش نوصلوا لهذه المرحله بان نغرقوا واحد 11 عام مشاركين مع الأولاد والدم ومشاركين مع الاولاد و10 يعني سنين وانت مجوجه هاد السيد اغتصبك تل 2022 23 جيتي الميريكان عبش ولات يعني عندك 10 فكره سنين الاغتصاب. بحال البلاد غابه يعني تقدر تغتصبي وتمشي تدعي وما كاين والو ما يمكنش ما يمكنش احنا نقولوا اسيدي يلا اسيدي نمشيو حنايا نديروا حنايا جهل، نديروا اسيدي بان هذا السيد تعدى عليك. كتعرف شي واحد سميتو ابراهيم عبد اللهوي ابراهيم لا عبد الله وشي واحد بغى يطلع يمكن يكون توصل ولكن ما لا عارفش لا غنكون ابراهيم. انا راه باين لي بانه راه ده صديق ديالو سامع بهذه السميه هذه. ما عارف خليتي مع بلاتي نحيد الكومنتير الا كان شي واحد ما حيت ما بغاش نطلع اي واحد بلايف ويقول لان لك الصديق ديالو راه يكتب لك بانه راه هذا يا الا يعني كنتي يا خويا غتزيد شي حاجه على هذا الشيء اللي تيقول يعني نكونوا يعني في عصر الجاهليه. هاد السيده واخا نكونوا في عصر الجاهليه ما توصليش بحال هكا، ما توصليش لهذه المرحله. صعيبه بان بنادم دابا يدوز حياته اللي بقى هو عنده 44 عام، ياك. شحال هذا الانسان كيدوز 45 عام، شحال دابا هذا الانسان كيدوز بحياته كاع. دابا هو جاي من المغرب، واش عام الحبس في الميريكان تبغي العدو حيت بنادم ما عارفينش الحبس ما عارفش الحبس. هو راه ماشي ديال المغرب راه كتريح راه كنقول لك راه العصابات ومشاكل وراه ما كتعيش نهار واحد في الحبس راه كيدوز عليك 10 سنين راه الحبس في الميريكان راه ما معاش اللعب راه ما ديال اوروبا ما ديال لي بي سكوندينو الحبس ديال الميريكان راه صعيب اصعب حبس اصعب. عرفتي قال لي الشيء، داكشي اللي كتشوف في الافلام في الحباسات. قال كنت لي كنمشي نزور واحد الصديق انا في مؤخرا نعاود لك واحد القصه. عرفتي طرات ميريكاني واحد مع واحد جوج ميريكانيين، ما عرفتش دار لي، هو يشد قلم ويتقب لي عينيه كل الدمايات خارجه والحال. يشوف قال داك لي قال لي ما واحد ما داير والو جالس مع المجرمين، فهمتي دابا يعني. خصو دابا خصو لا هضرتي معاه واحد النصيحه خصو يدخل يقول لهم انا مسلم فهمتي ونريح مع المسلمين حيت واحد الدري تنعرفوني تو ولكن راه رجع المغرب مقوت حقد على السيستم ديك الحبس قالوا لي المهم غتخرج
وغيبقاو لك وراقيك وداك الشيء، ولكن غنحطوا لك حتى هو تتهم بهذيك القضيه. وقال لي ما قال لي علاش غنريح انا ودير لي هذيك كاتبين لي في الدوسي ديالي بانه انا عندي قتل. قال لي رجع في حالتي، قال لي شدو حارق الضو عندك مشكله. شنو دار؟ قال لي ما بغيت لا وراك لا بغيت ترجع. وفعلا رجع، ولكن راه قال لي باش عشت، قال لي باش عشت وصل الحبس. قال لي ميلود، قال لي راه وليت انا هو الامام كنصلي بهذوك الكحلين وداك الشيء المسلمين، حيت الا ما قالش فيهم مسلم غيدوز غيدوز الساعه. راه جيستومون عرفتي شحال سلم من واحد في الحبس؟ يا راه واحد سلم على يدي في الحبس. الحمد لله، ابتلاء مع عند الله، ابتلاء مع عند الله والله. وسميتو اش نقول لك؟ يعني الانسان دابا من دخل 11 عام دابا الا ما خفوش عليه الحكم ولا ما خرجش براءه ولا شيء في هذا الاستئناف، يعني بنادم حياته كامله هو جاي اصلا ما دوز في المغرب والو، جاي عنده 30 عام ولا جاي عنده 29 عام، شحال دوز الامريكان باش وصل ل 40 عام؟ دوز 10 سنين. ياك 10 سنين هو غيدخل اخرى في الحبس يدوز 10 سنين في 10 سنين في برا و11 عام الداخل. هذه تجربتك في الميريكان 21 عام نص حبس ونص الحياه. هذه تجربتك اون جينيرال، يعني انت حياتك يلاه عشتي فيها 10 سنين و10 سنين حيت ديك 30 عام في المغرب حنا كنعتبروها ما دازتش، يعني يلاه كنتي تحت السيطره ديال الوالدين ديالك. واحد السيد بلاتي قال لك هذا السيد خصو سيبورتو بزاف. ودابا السبب راك عارفين، ما كنديرش لي لايف على اي استوار، ولكن ملي كيجيوك بزاف ديال الميساجات وكلشي تيهضر مزيان على هذا السيد والناس مستعده تهضر وتبين وجهها، اذا هاد الناس راه ماشي غا كيهضروا، يعني هاد الناس تعاملوا مع هاد السيد وكلشي. وهاد المشكل ديالو راه عندي بزاف القصص اللي شبيهين. دابا المشكل الله يهدي بعض الاخوات، المهم غنتهمش كلشي لان كاينين بنات ناس راه بزاف ولاو انتقلوا من ديك القضيه كيضربني، حيت القانون ما في الميريكان ما غيضربوش بزاف ديال ولاو كيمشيو اغتصاب. بزاف ديال ليكات ولاو كيمشيو الاغتصاب حيت هي الوسيله الوحيده باش تصيفطي بنادم مكوع. مكوع بحالك. يعني انا راه شوف باش نكون معك صريح، انا راه ماشي ساهل نبان في اللايف. انا ضد بانني نكون، ولكن في خاطر صاحبي كما كيقولوا، وفي خاطر بانني نسيبورتي اي واحد طاح في هذا لاسي سياسي غنكون في جنبه، واخا نعرف انا نبان، واخا نعرف انا لانني انا راك غنزيد نكبره، غنمشي للسفير، غنمشي لاي واحد لانه كبير يقدر يدير اي حاجه بانه وشوف شوف هذه غير البدايه. باش نقول لك واحد القضيه، زعما لي لايف ديالي تيدوزوا عند ناس مهمين، اي حاجه درت تتوصل الناس معنيين بالامر. غا هي ملي كتوصل واحد القضيه، حنا كما قلت لك قبل ما نطلع اللايف قلت لك حنا خصنا نكونوا دبلوماسيين في المتطلبات ديالنا. انا فهمتي جورناليست انفلونسر اي حاجه كوميونيتي ليدر ولا اي، ماشي مشكل، انا من حقي نسول ونعرف لي زيستوار، ولكن حنا ما يمكنش نطعنوا في الحكم ديال حنا كنا كنامنوا بالقانون ديال الدار، ولكن راه لي ريزو سوسيو فوالا لي ريزو سوسيو كيوصلوا الميساج، لانه السيد تحكم 11 عام وما في خبر حتى شي واحد من غير الناس المقربين. الو حنا نخرجوا القصه ديالو الناس اخرين ونخليو السيد يتحاكم كانه انسان عنده ناس عنده الجيوش ديالو، فهمتي؟ هذا هو المطلوب من هذا الشيء باش الناس يبارطاجيو. شوف كون ما كون دابا حيت ما كملتش ديك الفكره الاولى بان الناس دابا غيقولوا كلهم غيقولوا بان ما عرفناش اش بين الراجل ومرته، ولكن حنا ما كتوصلش بينا ديك الوقاحه باننا نوصلوا لهذ المراه والراجل بانه يتكرفس عليها، وهو اصلا الراجل هنا في هذه البلاد دير في باله بان الناس كرفستي على المراه غتمشي للحبس اصلا، يعني واخا يكون حشاك سكيري كيدير المخدرات مي كيوصل للمراه كيفراني، عرفتي شنو هو؟ حيت غيعرف راسو غيمشي مكوغر، اش فهمتي؟ وهذا وانت بالعقل اي واحد غيفكر هذا التفكير يدير في راسو بان هذا السيد وهذا السيده راه ولا حنا كمغاربه ما غنقدروش ناديو عيالاتها. وبلا ما تقول هذيك القضيه ديال راه ما عرفناش اش بين المراه وراجلها، يعني حنا في الدين ديالنا ما عندناش بعدا الاغتصاب اصلا، يعني ما بين المراه والراجل ما خصهاش تدخل لك بان راجل ومرته اغتصبها، تكون علاقات فيها اش غنقول لك، تكون علاقه بين المراه وكتكون فيها ديك العنف ولا شي حاجه. شوف دابا
فهمتك كتبغي تشرح ولكن كنبقى انت كتهضر وانا كنفكر 11 عام وبنت خالتي جوج حوايج ما غيدخلوش ليا الباب. 11 عام كاين دير اي غلط درتي 11 عام مبالغ فيها الا والسيده يعني معمره لي الدوسي، وبنت خالتك كبرنا صغار كنتشاركوا امك راه خالتي فهمتي امي راه خالتك يعني حنا مشاركين الدم سو يعني حتى ديك شوف بزاف الناس خصهم يحضيو راسهم، وديما تنقولها بزاف ملي كيكون عندك مشكل وسط البيت ديالك ما بين الزوج ديالك راك دما مشيتي كتصولي الصحابات ولا الجمعيات راه ما عمرهم غيعطيوك الحل الصحيح، راه غيعطيوك الحلول اللي غادي انت غتفرد في دارك واش فهمتي، لان هذا الفيديو غيشهد هذا الفيديو غيكبر ولادهم، هذا الفيديو يقدر يدور ويشهد ولادو غيشوفوا يقدروا يتعاطفوا معاك انت غيخرج لك الدموع من لاليط اللي جاتك اسمح لي انا ربي غيعطيو شي حاجه راه يقدروا يكبروا ويخرجوا فيها يخرجوا منها الزيت فهاد البلاد اوتوماتيك ان الله يمهل ولا يهمل ما كاينش لا اوتوماتيك مو الا كان الظلم ظالمه والله حتى وليداتها غيخرجوا فيها وشوف انا كنشكرك بزاف بعدا على هذه المسانده هذه دابا بهذا اللايف ديالك ان شاء الله غيوصل الصوت ديالنا كاع للمغاربه. وانا الحاجه الوحيده انا كصاحبه يعني ماشي خوه صاحبه، وكيقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول لك الصديق في الحاجه، ماشي هو الصديق بانك ديروا راه شنو هو اجي نتقهواه واجي نشربوا العصير اجي نديروا هذه اجي نديروا هذه، ولكن كيقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام الصديق في الحاجه هو راه صاحبي ولكن بعيد مني، ما كنشوفو عمره في الشهر مره في عامين ولكن مين غنحتاجو غنلقاه. اش فهمتيني؟ يعني انا السيد انا 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 كصديق ديالو كنعرفو واش كيسوى وكنعرفو يعني واحد الانسان اللي هو الله يعمرها دار، انا غنبقى واقف معاه حتى الاخر ان شاء الله. شوف المهم اهم حاجه هي اربعه في شهر سبعه في شهر اربعه اي واحد الله يرحم الوالدين فهمتي يبارطاجي ويحطوا في ستوري ديالهم سولتوا الناس اللي في فيرجينيا واللي بغى يجي يمشي ستيت اخر مرحبا به. حنا بغى يقول لك حنا ما عارفينش شنو بين المراه والراجل، ولكن اللي عارفين هو 11 عام وبنت خالتك و10 سنين ديال الزواج ما فيها والو الا حتى جيتي لامريكان. سو حنا بغينا نعرفوا القصه مزيان، وربما حتى الا كانت شي حاجه يتخفف عليه الا ما كان والو يخرج براءه وتبرد القلوب بعضياتهم، وحتى الا ما سهلش الله بعضياتهم يكون واحد الطلاق بالتراضي. وانا راه عارف مليون في المئه راه ما غيبخلش عليها ولا على وليداتها ويحيدوا داك الشيطان اللي بيناتهم. لكن كما الناس اللي ما كيعرفوش بان واخا تكون عندك جنسيه ولا كيبقى الاسم ديالك كتبقى الا انت غتريح في واحد البلاصه في المحكمه وما عندكش سند الجاج ما يكونش عنده مشكل باش يفكر بزاف. وراه جيستومون راه المحامي كان كياسيستي على هذه القضيه كيعيط لينا حنايا وكيقول لنا ضروري تكونوا يو هاف تو اوف كورس اوف كورس جيبوهم للمحكمه. وهو شعيب مسكين كيقول لي ما الدراري خدامين، ولكن انا سمحت في الخدمه واحد الوقت وكنمشي وهذه ومشيت في الداي اوف ديالي وسميتو، وكيقول لي ما تخليوش كتافي خاوي. اوكي سو حنا ان شاء الله غنبارطاجيو الفيديو وغنبقاو مره نهضروا على هادشي ونديروا الهاشتاج ونجروا الناس وان شاء الله ونحاولوا كلنا نكونوا تما نحضروا في المحكمه، حيت في امريكا عندك حق الدخول وندخلوا ونشوفوا الجلسه ويعرفوا الناس اللي كيساندوه. ولكن اسيتي على هذه القضيه هو حنا بغيناها معنويا وماديا. اوكي لان المحامي طالب فلوس كثيره، يعني حنايا غنقلبوا على ناس اللي غيعطيو وكنقلبوا داير الموج واحد الناس من سميتو ذاك الامام ديال الجامعيه عبد الله مشطراش عبد الله ديال عرفت عبد الله وكاين واحد السيد سميتو عبد الصمد كنشكرو حتى هو من هذا اللايف حتى هو وسميتو المحامي نفس المحامي اللي كان عنده ولا درتو محامي؟ لا غنقلبوا على محامي. اوكي سو انا كما قلت لك راه كاين كما قلت قبيله كاين واحد المحامي غناخذ النمره ديالو غنصيفطو لكم في بريفي فهمتي. نصيحه شوف بعدو على فهمتي شوفوا ولاد البلاد اللي هنايا اللي كيعرفوا القانون كيعرفوا كيفاش يتعامل، ما تاخذش ليا شي واحد عربي بلو فيت ديالك انا حنا دابا في الميريكان ماشي ولا بدا ناخذ محامي عربي فهمتي. هذا كان الميريكاني اللي عنده اذا كان عنده ميريكاني اوكي
ولكن دار أغلاط. تم القاضي تم